السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية على سيري كيمستري. لو كانت دي أول مرة ليك أو أول مرة ليك على القناة، فاحنا دلوقتي على البلاي ليست بتاعة أولى ثانوي. خلصنا 9 فيديوز، والنهاردة بإذن الله هنعمل فيديو نمبر 10 وهنختم بيه التيربو كيمستري. أنصحك النصيحة المعتادة، لو دي أول مرة تتفرج علينا فحاول تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت قبل ما تكمل معانا الفيديو ده، ولو كنت داخل مخصوص عشان تتفرج على هيسز لو فمش هضيع وقتك اكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم في الفيديو ده عن هيسز لو، وانا حبيت ان انا اخلي هيسز لو في فيديو لوحده عشان خاطر الفكرة بتاعته لازم يعني نتمرن عليها بشكل كويس، فما كانش ينفع تتكروت في نهاية الفيديو اللي فات. فكرة هيسز لو مبنية على اساس ان ساعات بيبقى فيه شوية difficulty in measuring the heat change of a chemical reaction directly. يبقى انا عندي فيه مشكلة ان انا ممكن اقيس بشكل مباشر الهيت تشينج اوف ا كيميكال رياكشن. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ هو اداني اربع امثلة. مثلا مثال اولاني بيقول لي ممكن يبقى فيه ميكسينج، ودي اهم كلمة في الموضوع، ميكسينج بتوين الرياكتنتس اللي عندي مع ممكن بقى impurities، وممكن مع مثلا حاجات تانية. يعني انا عايز اقيس مثلا reaction between الهيدروجين and الاكسجين اللي هيديني مثلا ال H2O. طب ما في نفس المكان وفي نفس المكان ممكن يبقى فيه كربون دايوكسيد شوائب منه، او ممكن يبقى فيه شوية نيتروجين، او ممكن يبقى فيه اي نوع تاني من انواع الجازز اللي ممكن تأثر على الهيت كونتنت تشينج بتاع الرياكشن دي. فده الميكسينج اوف الرياكتنتس with other substances ممكن يصعب عليا شوية مسألة ان انا اعرف اقيس الدلتا اتش بشكل مباشر. السبب الثاني ان ممكن يبقى في بعض الرياكشنز بتبقى فيري سلو. انت متخيل مثلا ان انا عايز اقيس الهيت كونتنت تشينج بتاع الرياكشن اوف الراستنج اوف الايرن مع الاكسجين عشان يديني الاف اي 2 او 3، ابقى ماسك انا الترمومتر بقى قاعد بسنتين او الثلاث سنين عشان خاطر اجيب الرياكشن بتاعت الراستنج اوف الايرن، الرياكشن اوف الايرن مع الاكسجين يا ترى هتبقى عامله ازاي. ده هيبقى لايف ويستنج، ده انت هتضيع عمرك عشان خاطر ايه تحسب الدلتا اتش بتاعت وان رياكشن. فده ممكن يبقى ريزن. كمان الريزن الثالث ان انا ممكن اقول لك مثلا يا ترى لو انت عندك 1 كيلو جرام من الصوديوم هحطه في 10 ليترز من الووتر، يا ترى ده هيطلع لي الهيت كونتنت بتاعته هتبقى اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك ولا قد ايه. هتيجي انت تحط ال1 كيلو جرام ده في ال10 لترز اوف الووتر، انت بالمعمل اللي انت شغال فيه بالصوديوم بالووتر ها هيحصل جريت اكسبلوجن. فنتيجه ال سيرتن اليمنتس او سيرتن كومباوندز او البريزنس اوف الدينجر ان ميجرينج سيرتن رياكشنز، يعني فبقول لك ان انا مش هعرف اعملها بشكل مباشر. الصوديوم مع الووتر ده مشكله كبيره جدا، زي ما بتيجي شويه كل شويه يجي على اليوتيوب يعني ايه مدرس كيمياء كده نشيط وعايز يعمل تجربه لتلاميذه في الفصل، يقوم جاي حاطط شويه صوديوم او بوتاسيوم في الميه يفرقع التلاميذ بالعيال بالفصل بالتجربه كلها. فطبعا وجود البريزنس اوف الدينجر اوف سم كومباوندز او سم رياكشنز يمنعني ان انا اشتغل بشكل مباشر. رابع سبب ان ممكن يبقى فيه شوية difficulties في ان انا اعمل measuring in normal conditions. يعني في بعض الغازات انا مش هعرف اوصلها لدرجة الحرارة بتاعت الغرفة اللي هي 25 degrees celsius او ال 1 atmosphere عشان اعمل لها reaction معين، مش هعرف. انا هيبقى صعب عليا جدا ان انا اوصلها للمرحلة دي مثلا، غير ملائم بالنسبة لها ان هي تشتغل في ال standard conditions. فالرياكشن على بعضها مش هعرف اعملها بشكل سهل فهيصعب عليا الموضوع. فطب اعمل ايه؟ ده بقى اللي اقترحه العالم اللي هو اسمه هيس. اللو بتاعته سميناه هيسز لو. قال لي ايه بقى هيسز لو اوف سميشن؟ قال لي لو انت عندك رياكشن واحد، الرياكشن ده ممكن يتعمل بوان ستيب، والوان ستيب دي هتدي هيت اوف تشينج بمقدار كذا، وممكن يتعمل تاني مثلا ب 3 ستيبس. ال 3 ستيبس دي بتتعمل بدلتا اتش 1 ودلتا اتش 2 ودلتا اتش 3. بيقول لي لو انت جمعت الثلاثه
يعني الثلاثة هيت تشينج اوف هيت كونتنتس بتاعت الثلاثة ايكويشنز دي هتطلع لي في الاخر نفس القيمة بتاعت الدلتا اتش بتاعت الوان ستيب. فهو بيقول لي في اللو الهيت اوف الرياكشن is a constant amount in standard conditions whether the reaction is carried out in one step أو in a number of steps. طبعا هنلاقي واحنا بنحل دلوقتي ان العملية مش بالسهولة ان انا اقول ان delta H1 plus delta H2 plus delta H3، لا مش هو ده المقصود قوي قد ما المقصود بان انا هعامل الرياكشنز بتاعتي بالجبريك ريليشنشيبس. يعني ممكن استخدم multiplication وممكن استخدم الاديشن وممكن استخدم السبتراكشن، ومش هنلاقي حاجه يعني اشتغل فيها الديفيجن قوي، فخدوا بالكم ممكن استخدم كذا حاجه مش لازم بس الاديشن. اوكي طيب تعالوا كده ناخد اكزامبلز على الموضوع ده. هنا بيقول لي وركزوا بقى معايا في الحته دي، كالكوليت الهيت اوف الكومبشن اوف النيتريك اوكسايد. ده النيتريك اوكسايد يا جماعه NO. النيتريك اوكسايد يعني using heat of combustion using this reaction in the nitric oxide plus half mole of the oxygen هيديني nitrogen dioxide. اوكي انا عايز اجيب الدلتا اتش بتاعت الرياكشن دي، انا مش هعرف اجيبها بشكل مباشر بس انا عندي two equations انا ممكن اجيب الدلتا اتش بتاعتهم، سميت واحده الدلتا اتش 1 وسميت واحده الدلتا اتش 2، دي بتاعت equation 1 دي بتاعت equation 2 respectively. اوكي طيب انا عايز relationship between the two equations دول بحيث ان انا اوصل لايه بقى، عايز استخدمهم بالجبريك relationship بحيث ان انا اوصلهم للايكويشن اللي فوق دي. ولما هستخدم الالجبريك relationship عشان اوصلها للايكويشن اللي فوق دي هعمل نفس الكلام مع الدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2. يعني ايه؟ تعالوا نشوف يعني ايه. تعالى كده خليني اعتبرهم كانهم مساله واقول لك ايه رايك لو نعمل بلس التو ايكويشنز دول مع بعض، هاف ان 2 بلس هاف ان 2 يديني 1 ان 2 بلس هاف او 2 بلس 1 او 2 يديني 1 اند هاف او 2، وادي السهم بتاعي اهو. طب ان او بلس ان او 2 دول شبه بعض؟ لا، يبقى انزلهم كانهم ايه مجموعين ان او بلس ان او 2. تعالوا بص على المعادله اللي انا كاتبها دي، هل المعادله دي شبه المعادله اللي فوق؟ هلاقي ان مفيش شبه ما بينهم خالص، يبقى اقول لك لا مش هينفع موضوع البلس. خد بالك انا مش بجرب، انت مع الخبره بعد كده هتشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا كده مش 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 عايز البلس، يبقى equation 1 plus equation 2 مش هتمشي معايا. طب ركز معايا، هو انا عايز ايه؟ انا عايز ايه في الرياكتنتس؟ عايز ال NO دي تجيلي في الرياكتنتس، وعايز ايه في البرودكتس؟ عايز ال NO2 دي تبقى في البرودكتس، انا عايز اوين ما بينهم عشان اوصل للشكل ده. تعالوا نعمل كده 1 minus 2، لو تخيلنا كده هنعمل 1 minus 2 هل هتطلع ولا لا؟ 1 minus 2 half n2 minus half n2 هيروحوا مع بعض هيبقوا 0 plus half o2 minus 1 o2 هيديني minus half o2. انا كده حاسس ان انا ببعد عن اللي فوق، لا مش نافعه معايا يا جماعه. طيب خلينا اجرب حاجه ثانيه. طب ايه رايك بقى لو جربت ان انا اعمل 2 minus 1؟ تعال نجرب بقى 2 minus 1 كده وركز بقى معايا. 2 minus 1 ها half n2 minus half n2 برضه بزيرو، ما تستعجلوش عليا، انا كده او كده في الرياكتنت ما عنديش n2 فانا مش محتاجها، فلما عملت سبتراكشن ضيعتهم مع بعض، يبقى انا كده لحد دلوقتي ماشي كويس، مسحت دي ومسحت دي مع بعض. خد بالك انا بعمل 2 minus 1. طب 1 o2 minus half o2 طلع لي ببوزيتيف هاف او 2، انا حققت النتيجه اللي انا عايزها هنا كمان، يبقى انا لحد دلوقتي ماشي كويس. وهحط السهم كده، انا بعمل 2 minus 1 يبقى هقول ان او 2 في البرودكت minus ان او. طيب هو انا محتاج ايه؟ محتاج الان او اللي طلع لي بالنيجاتيف دي ان هي تكون في الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. طب ما انا ممكن اودي زي الالجبريك ايكويشن بالظبط، لو قلت ان دي تساوي دي هودي النيجاتيف ان 2 الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف ان او.
هودي النيجاتيف ان او الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف ان او. لو انا بصيت كده يبقى انا كده شطبت على دي وخليتها الناحيه الثانيه. بص كده على المعادله، هنا ان او وهنا ان او، وهنا هاف او 2 وهنا هاف او 2، وفي الريزلت ان او 2 وهنا ان او 2. يبقى انا عرفت استخدم التو ايكويشنز دول عشان اوصل للايكويشن اللي فوق. امتى؟ لما عملت ايكويشن 2 ماينس ايكويشن 1. اذا عباد الله الدلتا اتش بتاعت الايكويشن اللي فوق دي هتساوي دلتا اتش 2 ماينس دلتا اتش 1. مستر ساري انت هتودينا في داهيه، احنا مش فاهمين اي حاجه. اقول لك اصبر عليا لما اخد كمان اكزامبل. هنا اكزامبل تاني بيقول لي كالكوليت الهيت اوف الفورميشن اوف الكربون مونوكسيد. اوكي، الكربون مونوكسيد ده الجرافايت اهو اللي هو الكربون بلس هاف الاو 2 يديني 1 مول اوف السي او كربون مونوكسيد. حتى هو مديني هنا سؤال جه في ريزون بيقول لي هو ليه احنا ما بنعرفش نعمل الموضوع ده تريك على مره واحده وخلاص ونجيب الدلتا اتش اف بتاعته بتاعت الكربون مونوكسيد. بيقول لي لان هو الاوكسيديشن بروسيس داز نوت ستوب، ومش هتتحول لكربون مونوكسيد وهيقف، لا ده هيتحول بعد كده لكربون دايوكسيد ويكمل، فعشان كده ما بنعرفش نقيسه. فاضطرينا ان احنا نستخدم التو ايكويشنز دول عشان نحاول نجيب الدلتا اتش اف اكوردنج تو هيسز لو، اللي بيقول لي ان انا لو عملت الجبريك يعني ريليشن شيب بتوين التو ايكويشنز دول ممكن اعمل نفس الريليشن شيب بتوين الدلتا اتش بتاعتهم عشان اوصل للدلتا اتش جنرال بتاعت الايكويشن اللي فوق. طيب هنا بقى ركز معايا، انا محتاج كربون في الرياكتنت سايد، اتفقنا، ومحتاج اكسجين بس هاف في الرياكتنت سايد، ومحتاج كربون مونوكسيد في البرودكت سايد. خد بالك عندي هنا كربون دايكسايد وكربون دايكسايد في التو رياكشنز، وانا اصلا في الرياكشن الاولاني ما عنديش كربون دايكسايد اصلا. كاني بقول لك انا محتاج اعمل حاجه الغي بيها واحد يلغي الثاني، يبقى في سبتراكشن في الموضوع. خلاص، اللي مخليني كمان متاكد ان في سبتراكشن في الموضوع ان الكربون مونوكسيد اللي في الرياكتنتس دي محتاجه اخليها بالنيجاتيف عشان اوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف عشان تظبط معايا زي الايكويشن اللي فوق. يبقى واضحه جدا ان انا لو عملت الايكويشن 1 ماينس 2 هوصل للي انا عايزه. واضح جدا الكلام ده، تعالوا نجرب. هنزل الكربون اهي، ادي الكربون وادي بلس اوكسجين اهي، وبعد كده هعمل السبتراكشن بقى 1 ماينس 2 يبقى احط ماينس سي او وماينس هاف او 2. انا كده عملت الرياكتنت سايد. طب البرودكت سايد سي او 2 ده بتاع الايكويشن 1 ماينس سي او 2 دي بتاعت ايكويشن 2. طبعا دي هتروح مع دي. اوكي، ايه تاني؟ الهاف او 2 هيروح مع الاو 2 دي عشان يبقى هاف او 2 بالبوزيتيف. يبقى انا كده الجرافايت شغال معايا صح والهاف او 2 صح، وعندي هنا النيجاتيف سي او هوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف عشان تبقى سي او بوزيتيف. يبقى كده انا وصلت للي انا الايكويشن اللي انا عايزها. يبقى فعلا الريليشن شيب اللي تنفع ما بينهم 1 ماينس 2. فهقول بقى ان الدلتا اتش فورميشن بتاعت الموضوع ده هتساوي دلتا اتش 1 ماينس دلتا اتش 2، وهطرحهم من بعض عشان يديني الدلتا اتش بتاعت الايكويجن اللي هتطلع بماينس 11.2 كيلو جول بير مول. خلاص، دي كانت يعني التو اكزامبلز اللي هو اداهم لي اللي بيشرح فيهم الهيسز لو. نصيحه مني، في خمس مسائل على هيسز لو بيج 71 لازم تتعود عليها، فاوعى تفوت مساله منهم ما تحلهمش. اوكي، في مسائل فيها افكار وفي مسائل سهله باذن الله، فربنا يوفقكم وتبقى العمليه سهله. كده اكون خلصت يعني الشابتر اللي انا فيه ده، وخلصت يونت 4 بالكامل، وهيبقى لي بقى يونت 5 باذن الله ابداه في النيوكلير كيمستري. اشكركم على حسن المتابعه، ربنا يوفقكم جميعا في الترايل اكزامز وان شاء الله في الفاينل اكزام بعد كده، وأشوفكم بقى في يونت 5 بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.